هذه ليست قوات الجيش ولا حتى الشرطة، إنه استعراض لعصابة صاعدة تعد من أصغر عصابات المكسيك ولا تقارن بالكارتيلات العصابية الكبرى في بلد يعد أرض العصابات القوية والمنظمة والتي تشكل دولا داخل الدولة. هنا ظهر زعيم شاب أسس عصابة سانتا روزا دي ليما، خوسيه أنطونيو يبيز المعروف باسم المارو، والتي تعني باللغة الإسبانية المطرقة. وقع المطرقة أخيرا في قبضة الشرطة بعد سنوات ظل فيها من أهم المطلوبين في البلاد. بثت الشرطة صوره في الأسر ومقاطع فيديو يؤكد فيها هويته بعدما قوبل خبر اعتقاله بعدم التصديق. المطرقة عمره 40 عاما فقط، لكنه برز كزعيم عصابة غير عادي بين قادة العصابات في المكسيك بجرأته غير المسبوقة، حيث كان يوجه أتباعه عبر مقاطع فيديو علنية ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في أحد المقاطع باكيا وهو يوجه كلمات عاطفية لأتباعه بعدما ألقت الشرطة القبض على أمه وعدد من مؤيديه وأقاربه. وفي وقت لاحق اضطرت الشرطة للإفراج عن أمه بعد اضطرابات عنيفة في ولايته غواناخواتو بوسط المكسيك. في مقطع فيديو آخر ظهر يتوعد الحكومة التي اتهمها بالتحالف مع منافسه في الولاية، زعيم عصابة خاليسكو نيو جينيريشن، إحدى أقوى جماعات العنف في البلاد، وهددها بالانضمام إلى كارتل سينالوا الشهير لهزيمة خاليسكو. وحول الصراع بين المطرقة ومنافسه خاليسكو ولاية غواناخواتو من مركز صناعي مزدهر ينعم بالهدوء إلى الولاية الأكثر عنفا في المكسيك، حيث وقعت 2300 جريمة قتل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام فقط، بمعدل نحو 13 جريمة قتل يوميا. في البداية لم تكن عصابة المطرقة سانتا روزا عصابة مخدرات، بل كانت عصابة قوية وعنيفة انطلقت من قرية زراعية تحمل نفس الاسم في ولاية غواناخواتو، وامتهنت سرقة الوقود من خطوط الأنابيب والمصافي الحكومية وسرقة البضائع من عربات القطارات. واتبعت العصابة أسلوبا غير عاديا لبناء شبكة دعم بين السكان المحليين من خلال السماح لهم بأخذ حصة من غنائم عمليات السطو، وخاصة السماح لهم بسرقة حصص من البنزين والوقود. واستفادت العصابة من هذا الدعم الشعبي الذي أحبط مداهمات أمنية كثيرة، ولكن عندما عززت السلطات الأمن حول القطارات وخطوط الأنابيب على مدى العامين الماضيين، تحولت العصابة إلى الابتزاز والاختطاف على نطاق واسع، كما دخلت عالم تجار المخدرات ليندلع صراعها الدموي مع عصابة خاليسكو. ولا يبدو أن اعتقال المطرقة سيكون نهاية المطاف، فغداة اعتقاله عثر على جثث ملقاة في الشارع وإلى جانبها ملصقات تحمل رسالة التهديد التالية: فليكن واضحا، نحن متحدون أكثر من أي وقت مضى، المطرقة ما زال يسيطر على كل غواناخواتو.